السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخواني يا أحبائي؟ أتمنى إن شاء الله أن تكونوا بصحة جيدة. أول شيء لا تنسوا الكلمة الجميلة اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني لا تجعل لسانك يعني لا يذكر الله، لأن اللسان الذي يذكر الله يعني سبحان الله لا يخرج منه إلا الخير، ولا يحب للناس إلا الخير. وإن شاء الله يا إخوان اليوم إن شاء الله بغيت نوريكم التطبيق اللي كندير به البث المباشر. هو تطبيق صراحة لا يوجد على بلاي ستور، يعني هذا التطبيق هذا يعني يعمل لك بث مباشر بجودة عالية يعني. وصراحة حتى إذا كان لقد عملت بث مباشر قبل ساعتين يعني فيه 23 دقيقة، وعندما أردت يعني أن أبثه في القناة لم يستغرق الوقت حتى 5 دقائق، يعني في الحين يعني تطبيق سبحان الله يعني كتدخل بالجيميل ديالك كتطلع لك القناة ديالك كدير بث مباشر في الحين. أنا نوريكم التطبيق كيفاش. تطبيق إخوان على هذا الشكل، هذا أنتم تشوفوه. كتدخل ليه عادي، نخلي لكم الرابط ديالو، يعني هو ما كاينش على بلاي ستور، نخلي لكم الرابط ديالو. التطبيق على هذا الشكل، يعني ما كتلقى فيه حتى شي حاجه، ما كتطلع حتى شي صوره. يعني انت شنو كيهمك انك تدخل بالجيميل ديالك. انا هي الصوره ديالي الفوق، هي هذه القناه ديالي، كتضغط هنا. ملي كتضغط تما يعني كيعطيك جوج اختيارات، واش دير بث مباشر يعني بلا محتوى، يعني غير وجهك يبان كامل في الشاشه ديال الهاتف، ولا يعني كتصور كما درت انا واحد الفيديوهات ديال دابا، يعني كنصور شي لعبه، يمكن لك انك دير بث مباشر لشي لعبه، وفي الاسفل كاين الصوره ديالك نتايا. فهمت كيفاش ولا؟ يعني انت كتهضر وجهك كيبان وانت كدير بث، اما اللعبه اما البرنامج، اما كتشرح يعني على المباشر. مثلا بغيت نشرح لكم شي تطبيق كنشرحوه على المباشر، وكتختار الجوده واش 480 ولا 720. كتضغط هنايا، كتبقى لك خطوه واحده هي انك تضغط هاد السويفو هادي، وكتختار دابا هنايا يعني كنختار التطبيق اللي باغي نشرح عليه، واش يعني التطبيق الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا تولي ابليكاسيون، ولا نختار من دوك الابليكاسيونات كاملين ديالي. يعني وهذه هي الطريقه يا خوتي، يعني كتضغط فهمتي، كتختار دابا هنا غير التطبيق صافي كيبدا معاك البث المباشر. ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح اخوتي، وما تنساوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه، والى اللقاء اخوتي.